الدوران اي شكل. اولا كنشكرها على المداخله ديالها وعلى الحصيله ديال التقييم ديال 3 سنوات من العمل الجاد ومن الايمان العميق وتمسكنا بالدفاع عن حقوق الضحايا وتبيان الحقائق خصوصا بالنسبه الحقوقيين تيشجعوا على التبليغ، تلقاو بان في المغرب كاين بالعكس الناس ما تيشجعوش على التبليغ، لاننا حنا تنسمعوا اليوم انا وليت شوكي لانني كنت كنسمع بزاف في التواصل الاجتماعي وفي الوسائل. L'actualité, c'est le rapport de Reporters sans frontières du 3 mai, il y a donc une bonne quinzaine de jours, presque 20 jours, sur l'état des... الندوة اللي حضرتوا معنا فيها، أولا بعدا كنشكركم على الحضور المكثف ديالكم، على الدعم ديالكم لكل هاد القضايا اللي الجمعية المغربية للدفن حقوق الضحايا أنها خدتها على العاتق ديالها، وأنها في دفاع مستميت للحقوق ديال الضحايا الاعتداءات الجنسية. إذن الندوة ديال اليوم كان الشعار ديالها طبعا بركة من السكات، كاين لها هدفين، أولا لتقديم الحصيلة ديال 3 سنوات باعتبار أن الجمعية تم تأسيس ديالها في أبريل 2021، حنا الآن مرت 3 سنوات ونحن نعمل في صمت طيلة هذه 3 سنوات، دونك كان خصنا نقدموا الحصيلة ديال الملفات كاملة اللي حنا تنصبنا فيها ودفعنا فيها طيلة هذه 3 سنوات. كاين الأحكام، كاين الملفات اللي صدرت فيها الأحكام وكاين الملفات اللي لازالت مدرجة. النقطة الثانية اللي خلانا أننا نقرروا نديروا هاد الندوة حاليا هو هاد التزايد، في هاد التزايد الكثيف في هاد في هاد الجرائم ديال الاغتصاب وديال هتك الأرض، هذه نقطة. ثانيا الأحكام القضائية، نحن نطالب دائما على أنه تكون تعديلات في القانون الجنائي خاصة فيما يتعلق بالمواد المتعلقة بالهتك وبالاغتصاب، وأنه تبدل المفاهيم ديال الهتك العرض أو لا هذا الاغتصاب. كل ما كيتعلق مثلا كاين المفاهيم، كاين الرضا، هذا هو المشكل، بحيث أن هاد العبارة ديال الرضا ديال القاصر فاش أنا أنها خاصها تمحى من القاموس ديال في القانون الجنائي لما كيتعلق الاغتصاب أو الهتك بطفل قاصر. كاين الملفات اللي حنا عشناهم اللي كنواخذوا فيهم حنا حقيقة، يعني البلاد ديالنا حققت واحد المجموعة ديال الحقوق، ولاني حنا دائما نسعى للأفضل، وبحكم ممارستنا وبحكم أننا كنشوفوا هاد الأحكام اللي هي كتكون مخففة وكيتمتع فيها المتهمون بظروف التخفيف أو لا يتابعون في حالة صراح وكتعطى لهم جميع الحقوق وتتكون محاكمة عادلة، وفي المقابل كنوجدوا على أن الضحايا ما كيتمتعوا شيء بهاد الحقوق اللي كيتمتع بها المتهم. كاين مشكل ثاني وهو أنه هاد المتهمون لما كيتحكم عليهم تعويضات لفائدة الضحايا كتكون أن ما كيمكنناش ننفذو، كيصعب علينا. كاين الناس اللي كيكونوا مثلا عندهم كيفاش يتنفذ، ولكن يا إما ما كاينش ما كي كل شيء خرج خارج البلاد أو لا كيكون عاجزين، وبالتالي هنا كنقولوا على أن الدولة ستتحمل المسؤولية ديالها تجاه الضحايا اللي كيعانيو، ماشي كيعانيو غير من داك الاغتصاب اللي وقع لهم أو هاتك الأرض، حتى الحياة من بعد، أن الحياة كتوقف لهم. بالنسبة حتى المجتمع دائما كينظر على أن هذيك الإنسانة اللي هي مغتصبة بأنها علاش يا إما في اللباس ديالها، دائما نحملها هي المسؤولية ونبعد المسؤولية على المتهم. إذن هذا فيه تشجيع لهاد الناس، هاد الأحكام لما كتكون مخففة راه كتكون بطريقة غير مباشرة تشجيع للناس باش أنهم تكون عندهم هاد الجرائم بشكل عادي. احنا شفنا هاد السيد هاد البيدوفيل هاد المسن اللي تكرفص على 6 اللي اغتصب 6 ديال الطفلات وهو الان هو حر، كيفاش غيحسوا هاد الطفلات اللي في هاد العمر ديال 6 سنوات او لا 5 سنوات او لا 7 سنوات، كيفاش غادي يكون المصير ديالهم في المجتمع؟ ماذا نريد ان نصنع في المجتمع ديالنا؟ واش بغينا اننا نزيدوا بالامام وان نحصلوا على واحد الجيل اللي يكون بني نفسيا وعلى على
على على اساس متين، او لا بغينا نبقى واحد المجتمع مفكك، لان المغتصب اليوم والضحيه ديال اليوم ممكن يكون متهم ديال الغد، وممكن يكون هو فاعل اصلي في هذا النوع ديال الجرائم. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.